في لقاء يحمل الرقم 26 بينهما خلال أقل من 3 أعوام، يلتقي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمير قطر الشيخ تميم بن حمد غدا الاثنين في الدوحة، والتي يصلها للمشاركة في الاجتماع 5 للجنة الاستراتيجية العليا التركية القطرية. يأتي هذا اللقاء الجديد في أعقاب توجيه وسائل الإعلام التركية التي تديرها الدولة انتقادات لم يسبق لها مثيل لقطر بسبب التغطية الإخبارية التي قامت بها شبكة الجزيرة القطرية ناطقة باللغة الإنجليزية للعملية العسكرية التركية في سوريا، ولكن قطر دأبت على توظيف أموالها في سبيل دعم أنشطة الجماعات المتشددة التي ترعاها أنقرة، وهي تحرص على نشر فكر تنظيم الإخوان المتطرف في المنطقة والعالم، وأصبحت تتباهى بانسياقها وراء المشروع التركي المعادي لسوريا والمتجسد في الغزو والاحتلال لمناطق في شمالها. معنا عبر سكايب من برلين السيد إبراهيم كبان الكاتب الصحفي. أهلا بك أستاذ إبراهيم. تحياتي القديمة لك يا شادي ولجميع المشاهدين أوكسترا نيوز. أهلا بك. إذن يعني في أقل من 3 أعوام هناك لقاء يعني رقمه 26 بين الرئيس التركي أردوغان وأمير قطر تميم بن أحمد، كيف تصف هذه اللقاءات المتعددة الكثيرة جدا؟ يعني هناك أصبح هناك مثل في الشمال السوري يقال أينما حل أردوغان والأمير القطري حل معهما البلاء والفتنة. بالتأكيد يعني هم شركاء القتل الشعب السوري من خلال دعمهم للجماعات المتطرفة والغزو الذي يعني لم يتوقف خلال العامين الماضيين من غرب الشمال السوري إلى شرق الشمال السوري. أصبح هناك يد الأمير القطري أو السلطة القطرية والنظام التركي القمعي، أصبح يديهم يعني ملطخة بدماء الشعب السوري ودماء الأبرياء. لهذا أعتقد هم جندوا كل ما لديهم من أموال وعناصر ومتطرفين وجماعات متطرفة ابتداء من إخوان المسلمين الإرهابية وانتهاء بالقاعدة وداعش في سبيل تدمير الخاصرة السورية، الخاصرة الشمالية السورية. وقطر هي أساسا الأموال القطرية هي الدعم الأول لمشاريع النظام التركي في زعزعة أمن واستقرار سوريا والعراق. وأعتقد هذه الزيارة تأتي من أجل تجديد التموضع في المنطقة، من أجل دفع النظام التركي من خلال الأموال القطرية التي تستغلها الاستخبارات التركية في القيام بعمليات التدمير والتغيير الديموغرافي. ربما هو إعادة، يعني أردوغان سيحاول أن يعيد عمق العلاقات مع القطريين أو النظام القطري، وأيضا النظام القطري الذي دخل في إحراج كبير أمام الرأي العام العالمي بدعمه للإرهابيين المتطرفين في الحملات التركية الأخيرة. أصبح الشعب التركي والكردي في تركيا يستهجن ويتوقف بوجه العمليات القطرية والتمويل القطري للعمليات الإرهابية التركية في الشمال السوري. هل تعتقد من خلال هذا اللقاء رقم 26 أن يتم الاتفاق على شكل آخر، مرحلة أخرى من العدوان التركي على شمال شرق سوريا؟ يعني أعتقد النظام التركي والرئيس التركي يعني استنفد أموال كبيرة جدا في إقناع الأمريكيين والروس من أجل عملياته السابقة، وهو الآن بصدد ربما عمليتين. العملية الأولى هو إعادة إعمار هذه المنطقة لتوطين المتطرفين وتركمان في الشمال السوري، وهو ما رفضه طبيعة الحال الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية والروس. وهذا أعتقد الاقتصاد التركي الداخلي مهتري الآن ويعاني أزمات كبيرة جدا. لهذا سيحاول الرئيس التركي إقناع أمير القطري دفع فاتورة هذا يعني هذه عملية في الشمال السوري. بالإضافة إلى ذلك، المسألة الأخرى هو ربما أردوغان أيضا في حالة يعني سيئة جدا في الداخل، وهو يعاني اقتصادا سيئا وهناك رفض شعبي داخل الشارع التركي والكردي في تركيا ضد سياسات أيضا أردوغان. يحتاج إلى اتفاقيات تجارية واقتصادية مع قطر يعني في محاولة لإنقاذ هذا الانهيار الذي تتحدث عنه. بالتأكيد هو سيلتجئ إلى القطر بحكم قطرية البقرة الحلوب للمشاريع التركية في تدمير الخاصرة العربية من الشمال السوري. وأعتقد القطري يعني النظام القطري، أنا أقصد النظام القطري هو قد يكون جاهزا لهذه المسألة، ولكن في ظل الظروف الدولية الرافضة في هذه العملية التركية، وأيضا في ظل الظروف العربية والإسلامية الرافضة للعملية الإرهابية التركية في الشمال السوري، أعتقد قطر يعني في دائرة محددة قد لا تستطيع أن تقوم بشيء فعلي وعملي في دعم الأهداف التركية في بناء مستوطنات غير يعني سورية في الأراضي السورية لصالح جماعات المتطرفة
كما هي الحال الآن في رأس العين وتل أبيض، حيث تم استيطان العشرات من العوائل المتطرفة للجماعات المتطرفة ابتداء من جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية وانتهاء بداعش والقاعدة. طيب، يعني ما هو الوضع الآن على الأرض ميدانيا أستاذ إبراهيم، إذا كان لديك معلومات فيما يتعلق بهذه العملية العسكرية التركية الآن؟ يعني تقول تركيا أنها توقف هذه العملية بناء على اتفاق مسبق جرى مع الولايات المتحدة، ولكنها تهدد كثيرا بخرق هذا الاتفاق والمضي قدما في هذه العملية، هل تعتقد ذلك؟ هو تهديدات النظام التركي للولايات المتحدة الأمريكية فقط من أجل تثبيت وجودها في المنطقة. يعني التدخل التركي لم يكن يحصل لولا الاتفاق مع روسيا والولايات المتحدة الأمريكية. حتى هذه اللحظة الروس لم يغطوا جويا القوات السورية التي ذهبت إلى الحدود لحماية الأراضي السورية، مع العلم هناك تغطية جوية من الروس والطائرات السورية لقوات سورية الموجودة المرابطة حول أدلب ومناطق الاحتلال التركي. ولكن في هذه المنطقة حتى هذه لحظة الوضع يعني ليس بشكل جيد، هناك يعني اشتباكات عنيفة تحصل بشكل يومي. يعني هناك يوم أمس كان هناك شمال بلدة عين العيسى على بعد الحدود 35 جنوب الحدود يعني شرقي منطقة كوبان حوالي 80 كيلومتر، وأيضا هناك يعني الاشتباكات متواصلة في منطقة شمال تل تمر. وأعتقد يعني هذه المنطقة تركيا تريد أن تحافظ على هذه المنطقة وتحاول توطين الجماعات المتطرفة في هذه المناطق بحكم تحصل هناك في المدن تل ابيض. يعني يوم امس حصل انفجار ضخم قيل يعني حسب مصادر يعني صفحات المتطرفين هناك تصفيات داخل هذه المدينه بحق الكتائب العربيه التي جاءت من حمص وادلب لغزو هذه المنطقه لصالح الكتائب التركمانيه ما تسمى فرقه سلطان مراد والفرق التركمانيه الاخرى. يعني هناك بعد هذه العمليه والتدخل هناك عمليه تصفيه بحق السوريين في هذه المدن حتى يتهيأ لان النظام التركي بناء مستوطنات للمتطرفين في هذه المنطقة. يعني ما تقوله أنه تركيا أوقفت هذه العملية ظاهريا، ولكن يعني على أرض الواقع الوضع مختلف تماما من تهجير وتوطين لعائلات متطرفة واشتباكات. طبعا بالتاكيد يعني هناك يعني يسكن ما بين الابيض وراس العين حوالي 300 الف عائله عربيه في هذه المنطقه، تم اجلاء بالكامل تغيير ديموغرافي بحق هذه العوائل بشكل كامل، وتم توطين العوائل العناصر المتطرفه في هذه المنطقه، وهم يعني بالتاكيد الحزب التركستاني القادم من مناطق الاغور اواسط اسيا، وايضا الجماعات التركيه المتطرفه التي كانت تجمعها خلال الفترات الماضيه في ادلب. يعني عمليا تركيا تستمر بعمليتها لم توقف، هي الرأي العام التركي يدرك بذلك، الإعلام التركي أصبح يتحدث عن أن المسؤولين الأتراك يقولون وقفنا العملية ولكن العملية جارية حتى هذه اللحظة، ويوم أمس كان الأعنف من بين الأيام الماضية، وتستمر هذه العمليات في المنطقة بحكم تركيا يعني تعمل على مسارين، المسار الأول العلن يقول أنهينا العملية، وفي المسار الثاني يريد احتلال مناطق أخرى تل تمر، منطقة تل تمر وأيضا منطقة عين العيسى، وبذلك تكذب أو يكذب النظام التركي على المجتمع الدولي حول إيقاف العملية. نعم، بشكرك شكرا جزيلا على هذا التحليل، كنت معنا من برلين السيد إبراهيم كبان الكاتب الصحفي، شكرا جزيلا لك.